شفت واحد كان مريض فبيقدموا له اكل مش قادر ياكل. حصل كده والله، اللهم اشفه واشف مرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. حط يوم بقه مش قادر يبلع مش قادر، فكان بيضرب نفسه كده على صدره، ابلعي ابلعي ابلعي. انا عايز اقول لنفسك، قول لنفسك كده، صلي صلي صلي، ادخل المسجد والجأ لربنا، وربنا كريم. يا سلام لو تعرفه، بيقول من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، ومن اتاني يمشي هرولت اليه. انت بس تعالى لربنا ماشي يجيلك جاي هرولة. قرب له بس انت سنتي، يا قرب لك ميت قرب، تعالى بس لربنا وهو هيساعدك وياخد بايدك. اول مره هتبقى ثقيله شويه، ثاني مره مع الصدق هتخف شويه، ثالث مره هتخف اكثر، رابع مره خلاص هتشد الصلاه وتبقى الصلاه نعيم وقره عين، بس الشرط الصدق. لكن اول مره ثقيله، ثاني مره تقل، قول لنفسك لا يبقى انا ما صدقتش مع ربنا، لو صدقت كنت حبيت الصلاه، كنت حبيت الصلاة. واحد يقول لي لا انا مش قصدي كده والله، برضو مش يعني يسيبك، اللي يقول لك مش فاضي ده كذاب، هي الصلاة 10 دقايق، اللي يقول لك مسألة اقلع الجزمة ما قالتش الجزمة، ده كلام فارغ، ده اللي يقول لك الصلاة فينا علي نتيجة وحياتك، احنا بنعمل حاجات اسأل من كده، امال ايه المشكلة يا ابني؟ يقول لك اصل كل اللي بيصلوا دول حرامية، مشكلة؟ شوف تعدي كده على المسجد تلاقيهم كلهم كده، ازاي بس يا عم الحاج؟ ده المصلين ربنا قال ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ازاي تقول الكلام ده؟ واحدة تقول لك ده كل النساء اللي بيصلوا ده كده يعني. هي دي المصيبة. نقول له لا، وان كان اللي بيصلوا حرامية انا عايزك انت تصلي وتبقى قدوة وامين وشريف وصادق، وقول لهم هي دي بقى الرجالة اللي بتصلي، سيبني منكم، اللي عايز يصلي صح يصلي زيي بقى، انا عايزك تبقى انت الراجل بتاعك، تبقى انت الاستاذ، تبقى انت الامام الكبير قوي، تبقى انت احسن واحد في اللي بيصلوا. ويقول لي معلش اصل في مشكله ثانيه، في مشكله ثانيه. ايه مشكله ثانيه؟ يقول لك كل ما اصلي تحصل لي مصيبه، كل ما اجي اصلي تحصل مصيبه. في مره دخلت اصلي جزمه اول لبسه لسه جايبها ب 600 جنيه اتسرقت، في يوم صليت وحسيت براحة كده واتبسطت، قمت نمت في المسجد، قمت لقيت المحفظة اتسرقت. في يوم صليت وانا مروح من الجامع لقيت ابني العربية خبطته كسرت رجع، وهكذا. هقول لك معلش، كل ده بيحصل لأن ربنا بيحبك، عايزك، فعايز يجيبك. ربنا عمال يزنق عليك عشان تقول له يا رب سيدي، عشان تدعوه. من لم يسأل الله يغضب عليه، ولما تعيش بعافية على طول ما بتقولش يا رب، فربنا بيبتليك عشان ايه؟ عشان تقول يا رب. وكمان ده اختبار، لان ربنا قال ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة. فانا بقول لك لا، ما تخافش لما تحصل لك المصيبة دي، قل له لك الحمد يا رب، انا بحمدك واشكر فضلك ان انت بتبتليني عشان تشوفني صابر ولا لا. لا صابر، لا جامد يا رب، مش هتفص، انا معاك يا رب مهما عملت فيا. ساعتها ربنا يحبك ويعافيك من كل بلاء ويديك نعم كتير قوي 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 قوي. واحد تاني تقول له ما بتصليش ليه؟ يقول لك شوف يا عم الحاج، انا هقول لك ببساطه، القضيه مش قضيه الصلاه، المهم هنا ادام القلب ابيض خلاص. هي ايه الصلاه يعني؟ مش مشكله الصلاه، المشكله ان انا الحمد لله ما بقاسيش حد وبشكر ربنا بحبه قوي، وحتة الصلاة دي هي اللي فضلة بسيطة مش مشكلة خالص. أقول له معلش، أصل موضوع القلب ده اللي يعرفه مين؟ الله. اللي يعرف موضوع القلب ده مين؟ الله. ممكن يكون قلبك أبيض بس أنا معرفش. اللي يثبت إن قلبك أبيض إنك تصلي، اللي ما بيصليش إحنا عندنا خبر إن قلبه أسود من النبي، فأنا مش عارف بقى صراحة أنت أسى ولا النبي؟ أنا ما أعرفش أنت أسى ولا النبي، لا بسألهولك، لكن أنا عارف يقينا إن النبي أسى منك ومن حصر زيك،
وما ينطق عن الهوى. وهو أخبرنا أن بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ومش ممكن واحد يبقى كافر وقلب أبيض، لا يمكن لا يمكن. فما تقول لي قلب أبيض، إذا أنت قلت لي قلب أبيض وبتحب الناس وما بتأذيش حد وبتحب ربنا، طب ما بتصليش ليه؟ تقول لي مش مهمة، تبقى غلطت في حق ربنا. يبقى أنت بتقول على ربنا إنه بيقول على حاجات مش مهمة. إيه رأيك بقى؟ لو المدير بتاعك في الشغل قال لك شيل المكتب ده من هنا حطه هنا، جه لك قاعد زي ما أنت بيقول لك ما شلتوش ليه؟ تقول له إيه؟ تقول له مش مهم؟ يقول لك إيه؟ كلامي مش مهم؟ هيقول لك كده، ده مين أنت بتقول على كلامي؟ إزاي؟ تقول على كلام ربنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. تقول على كلام ربنا مش مهم؟ تكفر. عشان كده كان جزاء تارك الصلاة إنه إيه؟ كافر. دي مشكلة، مصيبة كبيرة. فعشان كده بقول لك لما تقول لي المهم القلب، لو قلبك سليم تعمل ايه؟ صلي وتعالى نجرب، هندخل نصلي يلا. طب ما هصلي من بكره. اه دي برضه حجة واحد تاني، لما تقول له صلي يقول لك ان شاء الله اصلي من يوم الجمعة. صلي هبدا من اول رمضان صلي. اه طب ايه رايك لو مت قبل الجمعة؟ يقول لك اموت بنية صالحة، ربنا عارف نيتي ان انا ناوي اصلي. اقول لك النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، رغم ان النية الفاسدة تفسد العمل الصالح. يبقى النية الفاسدة ايه؟ تفسد العمل الصالح، لكن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. يعني لما واحد يبص لوحدة متبرجة يقول انا بأتأمل في جميل خلق الله، لو وصلها عشان اقول سبحان الخلاق ينفع كده؟ ما ينفعش. يبقى زاني، تبقى العين ايه؟ زانية. وانا خاف اللي يعمل كده انه يكفر، لان ده استهزاء، ما ينفعش. فتقول لي انا ناوي اصلي، ناوي التحي، ناوي اتصدق، ناوي احمل، ده كل دي مش نية، دي امنية. واصحاب الاماني في جهنم. سلم يا رب سلم. النية ان يتبعها عمل. واحد يقوم يقول لك ايه؟ ما بتصليش ليه؟ اصلا انا بعمل ذنوب تقيله، فلما بطل الذنوب دي ابقى ايه؟ ابقى صلي. واحد بيتعامل مع نساء، واحد بيعرف واحده، واحد مدمن حاجه سريه، واحد حرامي بيسرق فلوس كتير، واحد شغال في شغلانه حرام، واحد الى اخره مؤذي. يقول لك انا بس لما توب من الحاجات دي ابقى صلي. لا، صلي وربنا يوفقك انك تتوب. انت لو كنت مفكر انك تقدر تتوب بنفسك تبقى عبيط يا ابني. انت عمرك ما هتقدر تتوب الا لما ربنا ياخد بايدك عشان تتوب. نعم، انتبه الى هذا. يقول لي نعمل ذنوب كثيرة، توب وصلي. مش قادر اتوب، صلي وربنا يعينك وتتوب. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. واحد يقول ايه؟